الله يعطيك العافية عزيزي الطالب. واليوم إن شاء الله راح نكمل chapter 2 في الكيس الثالثة. إحنا حكينا قبل إنه في عندي 2 cases بمر فيهن البيم. أول كيس كانت اسمها uncracked concrete، تمام؟ الكيس الأولى حكينا إنه هنا الخرسانة تستطيع حمل الضغط والشد، تمام؟ الموجودين اللي بيأثروا على البيم، تمام، بحيث انه لا يحدث اي شروخ، بحيث لا يحدث اي شروخ على البيم. وحكينا هنا في هاي المرحلة راح اضل ازود اللود لحد ما اصل للمودولس اوف رابتشر، وهو عبارة عن ايش؟ عن الاجهاد اللي بيحدث عنده تشققات في البيم، وهو عبارة عن 7.5 في لمدة في جذر الاف سي برايم. ومن موديولس اوف رابتشر بقدر اجيب ام سي ار، وهو الامكراكينج مومنت، والذي يساوي اف ار في الانيرشا. وهنا الانيرشا باخذه المقطع كامل على واي، وهنا احنا حكينا بالمرحله الاولى ناخذ المقطع كاملا، المقطع كاملا، ومنهمل وجود الحديد، يعني الحديد كانه مش موجود، بس انه الحديد بفيدني ربنا الله في ايش؟ في انه جهه الشد اعرفها، لانه جهه الشد بتكون من جهه الحديد، تمام؟ طيب المرحله الثانيه حكينا اللي بمر فيها البيم، اللي هي مرحله الكراكت كونكريت. الكونكريت بتبلش تتشقق والاجهاد عندي بيطلع عن الموديولس اوف رابتشر، ايوه، وبسموها كراكت كونكريت اند الاستيك ستريس، تمام؟ في المرحلة زي ما حكينا الإجهاد عندي يتجاوز المودولس أوف رابتشر، وأيضا المومنت عندي بيكون أعلى من الكراكينج مومنت، أيوة. وبالتالي في هاي المرحلة أنا الهدف تاعي إنه أعرف لازم إنه إجهاد، لازم أعرف إجهاد الخرسانة في هاي المرحلة وإجهاد الحديد. بس بدك تعرف ملاحظة بسيطة، إنه إجهاد الخرسانة بيكون أقل من نص إف سي برايم، يعني أقل من قوة الخرسانة، أقصى قوة بتقدر تحملها الخرسانة، وأكبر من اف ار الموديولس اوف رابتشر. بالنسبه لاف اس بكون اقل من اف واي، يعني اجهاد الحديد بقول لك بكون اقل من اليلد ستريس، واللي هو اجهاد خضوع الحديد. طبعا البيم بكون بهذا الشكل زي ما حكينا، مثلا لو نفترض انه مستطيل، ايوه، وهون الحديد التسليح، حديد التسليح ببلش يشيل ايش؟ تنشن، والخرسانة الجزء العلوي منها بشيل كومبريشن. النيوترال اكسس قلنا هنا رح يرتفع لفوق بحيث انه الخرسانة يصير فيها تشققات بهذا الشكل، وبالتالي البيم رح يصير شكله زي هيك، انه هذا الخرسانة الجزء الفوقاني منها او الجزء الفوق رح يشيل الكومبريشن عندي، ايوه، ورح اطلع عليه اف سي، وهاي بدها تكون مسافة اكس، واللي هي نفس سواي سي زي ما حكينا. وفي عندي هون المساحة اللي تحت بسميها ان في اريال ستيل، وهاي بتكون عبارة عن دي ناقص الاكس، لانه دي هاي المسافة اللي هي الدبث، ايوه، وبتكون هاي بتساوي واي تي، وبعدين بطلع الاي كراك وبعوضها في قوانين الاف سي والاف اس، وهيك انا بجيب الكراك كونكريت بحالة الالاستيك ستريس وبالحالة الثانية، تمام. هاي عندنا الحالتين، كان عندي حالة أولى الخرسانة لم تتشقق، بالحالة الثانية الخرسانة تشققت، وبالحالة الأخيرة أنا راح أوصل اسمها النومينال أو الألتيميت سترينغث للبيم. يعني هاي هي الحالة الأخيرة، خلينا ندخل فيها بسرعة، اللي هي الألتيميت أو النومينال فلكسترال مومنت. معنى هذا الكلام اللي هو أعلى مومنت راح يشيله عندي البيم، أعلى مومنت راح يشيله عندي البيم، أيوة. في هاي المرحلة إجهاد الخرسانة كم بصير؟ إجهاد الخرسانة، أيوة، في هاي المرحلة بصير أكبر، يعني إف سي للخرسانة بتصير أكبر من نص الإف سي برايم، أكبر من نص الإف سي برايم، تمام؟ يعني إجهاد الخرسانة هون أكبر من نص الإف سي برايم. بالنسبة لإجهاد الحديد، الحديد هون في هاي المرحلة بوصل يعني يوصل، أيوة، إجهاده إلى إجهاد الخضوع. يعني إجهاد الحديد اف اس اللي كنا نرمز لها قبل بتتصير بتساوي اف واي، تمام؟ إذا في هاي المرحلة فعليا البيم يعني خلص بتحمل أقصى طاقة له، فبالتالي إجهاد الحديد تاعه هو اف واي راح أستخدمه، وراح أستخدم مش اف سي، راح أستخدم هنا إجهاد الخرسانة، راح يكون عندي فعليا 85% من الاف سي برايم. وهي هون بحكي لك في هذه الحالة للبيم، أيوه، راح يصل فيها البيم إلى أقصى قدرة للتحمل، وهنا يتم إيجاد قيمة المومنت. طبعا راح أوجد وأتعلم في هاي المرحلة كيف أوجد أعلى قيمة للمومنت، ايوه،
بتحملها البيم، لأنه أنا عندي أعلى إجهاد بتحمله البيم اللي هو إجهاد الحديد، أعلى إجهاد له إف واي، وإجهاد الخرسانة اللي هو 85% إف سي برايم رايح يكون عندي. فبالتالي أنا المطلوب مني في هاي المرحلة أتعلم إيجاد المومنت اللي هو أعلى مومنت بقدر يشيله البيم، تمام؟ طبعا في هذه الحالة زي ما حكينا إجهاد الخرسانة يكون أعلى من نص إف سي برايم، ويكون مقداره بالضبط 85% من الإف سي برايم. يعني بكل بساطة لو إجهاد الخرسانة مثلا، لو الخرسانة كانت إف سي برايم بتساوي 4000، معناته إجهاد الخرسانة في هاي المرحلة اللي راح أخذه هو 85% ضرب 4000، يعني 85% من 4000 هاي. طبعا هي بتكون أقل من 4000 أكيد، تمام. الحديد في هذه الحالة أيضا بقول لك يصل إلى مرحلة الخضوع، أيوة، بكون إجهاده هو إف واي. إذا إجهاد الحديد عندي اللي راح أخذه هو إف واي، يعني الحديد إف واي مثلا لو كان الجريد 60 راح تكون إف واي 60000 زي ما تكلمنا سابقا، وهكذا، تمام. الحديد أيضا سوف يتمدد إلى أقصى استطالة زي ما حكينا هون، راح يصل لعن مرحلة الخضوع بحيث أن الحديد راح ينثني وراح يبين البيم عندي أنه على شكل مقوس، يعني البيم رايح يكون زي هيك بهذا الشكل، تمام، بهذا الشكل رايح يكون البيم ورايح يبين التقوس عندي، وطبعا التشققات اللي تحت بتكون مبينة نتيجة المومنت، تمام. أخيرا في هذه الحالة لازم تفهم شغلة معينة. هسا البيم، قطاع البيم هذا، أو خلينا نرسمه هيك، يعني لو أخذنا جزء من البيم ورسمناه هون، أيوة، هذا الجزء من البيم احنا حكينا انه الجزء العلوي شو راح يتأثر بكمبريشن، يعني ما معناه هاي قوة كمبريشن هون الجزء العلوي، والجزء السفلي ايش بده يتأثر؟ بقوة تنشن، تمام. قوة تنشن هاي تنشن وهاي كمبريشن. التنشن مين بشيلها؟ حكينا الحديد. اما الكمبريشن مين بشيلها؟ الخرسانة، تمام. قال لك في هذه المرحلة التنشن رايح يساوي الكمبريشن، في هذه المرحلة التنشن رايح يساوي مقدار الكمبريشن، تمام. وهاي القاعدة رايحين نستخدمها في ايجاد المومنت، اقصى مومنت بشيله البيم في هذه الحالة واللي احنا بنسمينه من المومنت. طبعا لاحظ عندي انه هذا البيم شكله زي هيك، واحنا حكينا انه هاي كومبريشن وهاي تنشن، وهاي هيك تنشن وهاي كومبريشن على الجزء العلوي. لاحظ انه احنا حكينا التنشن بيساوي كومبريشن، شو معناه؟ يعني عندي انا القوة الكومبريشن بتساوي التنشن ولكنها معاكس لها في الاتجاه، بالاضافة الى انه في بيناتهم مسافة معينة، ايوة. ما هذا الاشي شو راح يولد لي؟ راح يولد لي كابل مومنت، يعني هذا الاشي رايح يعمل لي كابل مومنت، وهنا رايح يعمل لي كابل مومنت اللي هو هذا هو الام ان، النومينال مومنت اللي انا بدور عليه هو عبارة عن كابل مومنت ناتج من التنشن والكمبريشن. للي ما بيعرف شو هو الكابل مومنت، الكابل مومنت بكل بساطة الكابل مومنت بكل بساطة يعني مثلا زي الحنفية، مثلا حنفية المية وانت بدك تيجي تفتحها بتأثر عليها بقوتين متساويتين بالمقدار متعاكستين في الاتجاه، وبينهم بتكون في مسافة. بالضبط هون نفس التنشن والكمبريشن، في انا عندي قوتين متساويتين في المقدار ولكنهم متعاكستين في الاتجاه، وبينهم مسافة معينة ادوا الى انشاء الكابل مومنت، واللي هو نفسه مقدار النومينال مومنت اللي هو اقصى مومنت بيشيله البيم. وانا هدفي اوجد النومينال مومنت هذا، وراح أوجده عن طريق الكابل. طبعا الكابل اللي ما بيعرف شو قانونه، قانونه بسيط، هو عبارة عن أحد القوتين ضرب هاي المسافة، أضرب أحد القوتين بهاي المسافة. نفترض أن هاي المسافة مثلا يعني نفترضها مثلا L، نفترضها زي ما بدك أي رمز، نفترضها Z مثلا، هاي المسافة نفترضها Z، تمام. فهي عبارة عن التنشن مثلا في الزد أو الكمبريشن في الزد، يعني النومينال مومنت بكل بساطة بستنتج قانونه هو عبارة عن التنشن في زد، أو تقدر تقول لأنها الكمبريشن بيساوي التنشن، أو تقدر تقول أنها كمبريشن في زد، تمام. الآن خلينا نتعلم كيف نحلل التنشن والكمبريشن، كيف نوجدهم وكيف نوجد المسافة زد هاي عشان نطلع النومينال مومنت، تمام. طيب حكالك لو كان قطاع البيم عندي بهذا الشكل، هذا قطاع البيم، إذا أنا قطاع البيم هيو عندي بهذا الشكل، تمام؟ وفي عندي هنا حديد التسليح وهنا حديد التسليح، طبعا مهم جدا أعرفه. نفس الحالة الثانية، الحالة الثانية كان عندي مهم أعرف حديد التسليح، هنا راح أعرف حديد التسليح، تمام؟ طيب في هاي الحالة زي ما حكينا أنا عندي والله قطاع هذا البيم، بقطاع هذا البيم، هذا البيم وصل لأقصى يعني قيمة بقدر يتحملها. فبالتالي هو إيش عندي الجزء العلوي زي ما حكينا رايح إيش يصير له؟
رايح يصير له كومبريشن، هذا الجزء العلوي رايح يصير له كومبريشن، والجزء السفلي رايح يشيل الحديد هذا مقدار التنشن. لو بدي اجي ارسم الاجهاد، لو بدي اجي ارسم الاجهاد راح الاقي الاجهاد على هذا الجزء، طبعا هذا محور النيوترال اكسس، تمام، راح الاقي الاجهاد على هذا الجزء، ايوه راح الاقي الاجهاد على هذا الجزء هيو بهذا الشكل، راح يكون شكله على شكل منحنى، تمام، يعني مش شكل منتظم زي الاشكال السابقه. اذا بتتذكر بالاشكال السابقه كيف كان شكل الاجهاد، يعني لو بدي ارسم مثلا شكل سابق ايوه من الاشكال، مثلا بالمرحله الاولى كان عندي مثلا هذا البيم وكان عندي شكل الاجهاد انه هذا النيوترال اكسس، وكنت ارسم زي هيك واقول انه الاجهاد هيك شكله، يعني شكل منتظم يعطيني مثلث فوق ومثلث تحت، تمام، وبالمرحله الثانيه كمان نفس الشيء يعطيني مثلث فوق ومثلث تحت بالنسبه للاجهاد. بينما بالمرحله هاي لا، شوف انا عندي اجهاد الكومبريشن اللي فوق كيف شكله، وعندي تحت ما في عندي مثلثات ومستطيلات، لا عندي تحت سهم واحد ايوه اللي هو اجهاد الحديد اللي هو اف واي، تمام، ففي عندي سهم واحد اللي هو هذا اجهاد التنشن، احنا بنسميه خلينا نقول انه تنشن ستريس، تمام، ايوه يمثل بسهم واحد، وبالنسبه للكومبريشن ستريس هو يمثل بهذا الديستريبيوشن. حكى لك الكومبريشن ستريس انا ما بقدر اتعامل معاه بهذا الشكل، فاجى لك عالم اجى حكى لك شو انه هذا الكومبريشن ستريس بما انه هيك توزيعه انا بدي احوله لتوزيع منتظم اعرف اتعامل معه، فقال لك انا بدي احوله لتوزيع منتظم يكون ايش على شكل مستطيل، تمام، فانا لو قدرت فانا حولته على شكل مستطيل. ولكن شو الاختلاف بين المستطيل وبين التوزيع هذا؟ حكى لك انه هذا التوزيع بلش من عند النيوترال اكسس، تمام، اللي هي مسافه النيوترال اكسس لعند التوب فايبر ايوه يعني عند قمه البيم هي عباره كانت عن سي، ولكن هنا عرض المستطيل هذا راح يكون عباره عن ايش اي سمول، تمام، فاذا انا المسافه اختلفت عندي بس ايوه اللي هون المسافه كانت اي سمول هون المسافه سي. بالنسبه لاي سمول وسي في علاقه بينهم رايحين ندرس ان شاء الله في شابتر 3، هسه ما في داعي ندرسها، هسه اللي بيهمني تعرف انا هاي الحاله بس، يعني هاي الحالة حتى لو ما عرفت عادي، بس انه هاي الحالة رح نتطرق لها ان شاء الله في شابتر 3 ورح ندرسها بشكل مفصل، تمام؟ نيجي هسه هون، بهاي الحالة انا عندي اذا مسافة ايه؟ وعندي مسافة، عندي هذا المستطيل اللي هو بيمثل لي الاجهاد، هذا المستطيل ايش بيمثل لي؟ الاجهاد الواقع على الخرسانة، بيمثل لي قديش مقدار ارتفاع هذا المستطيل بيمثل لي 85% اف سي برايم، ليش 85% اف سي برايم؟ احنا تونا حكينا انه اجهاد الخرسانة في هذه الحالة راح يكون 85% اف سي برايم، طيب الآن ظل عندي انه انا واجهاد هذا الحديد انه راح يتحول لايش؟ لتنشن كمان. اجهاد الحديد كمان راح احوله لقوه تنشن، هذا الاجهاد اللي 85 اف سي اف سي برايم لازم احوله لقوه الكومبريشن اللي راح تيجي فوق، تمام، بدي احوله لقوه الكومبريشن. هسه هذا توزيعه مستطيل بما معناه انه الكومبريشن رايح تيجي وين؟ على مركز هذا المستطيل، تمام، يعني هذا الاجهاد لو اجينا نرسمه بشكل 3 دي، تمام، خلينا نيجي نرسمه هون مثلا، ايوه لو اجينا نرسمه بشكل 3 دي، هسه انا عندي زي ما حكينا البيم بهذا الشكل، وقلنا انه انا في عندي المسافه هاي المساحه كلها بتشيل كومبريشن، ومن تحت في عندي حديد تسليح، هسه هذا حديد التسليح ايش بشيل؟ هذا حديد التسليح بشيل قوه واحده اللي هي التنشن، تمام؟ ايوه، او خلينا نعمل السهم طالع لبرا، ماشي؟ طيب بالنسبة للمساحة اللي فوق، المساحة اللي فوق ايش راح تشيل؟ راح تشيل كومبريشن، راح تشيل كومبريشن بهذا الشكل وراح يتركز في المنتصف هنا هاي النقطة، فراح تشيل كومبريشن، تمام؟ هذا الكومبريشن اجى نتيجة مين؟ نتيجة اجهاد الضغط اللي موزع بهذا الشكل، اجهاد الضغط هو عبارة عن مجموعة من الأسهم ايوه موزعة على هاي المساحة، تمام؟ بدي تعرف انا انه الكومبريشن هاي القوه جايه على الكونكريت والتنشن جايه على حديد التسليح، تمام. طب الان كيف ارجع اوجد هسه مقدار التنشن ومقدار الكومبريشن واوجد المسافه بينهم، لانه احنا حكينا النومينال مومنت هو عباره عن احد القوتين في المسافه بينهم، تمام. طيب الان بالبدايه عشان اوجد التنشن او الكومبريشن خلونا نرجع لمفهوم الاجهاد. مفهوم الاجهاد بكل بساطه هو عباره عن القوه، يعني الاجهاد اي اجهاد بالدنيا هو عباره عن القوه، يعني نسميها فورس مثلا، على مين؟ على الاريا، تمام،
يعني من هنا بقدر أقول إنه الفورس بتساوي الإجهاد في الأريا، تمام؟ طيب بدي أطبق هذا الحكي على التنشن والكومبرشن. بالنسبة للتنشن، التنشن هي الفورس، تمام؟ شو بتساوي؟ الإجهاد تاع التنشن هو إجهاد الحديد، يعني FY، تمام؟ في الأريا تاعت التنشن هي أريا ستيل، أريا الحديد، تمام؟ إذا هنا أوجدت قانون إجهاد التنشن. طب بالنسبة للكومبرشن، كومبرشن كيف أوجده؟ بقول إجهاد الكومبرشن هو 85% FC برايم زي ما اتفقنا، تمام؟ في الأريا تاعيتي، الأريا هي مساحة مين؟ مساحة كونكريت، مساحة خرسانة، تمام؟ إذا الأريا تاعيتي هي مساحة خرسانة. إذا الآن زي ما حكينا إنه الكومبريشن إيش بيساوي بالأخير؟ 85% FC برايم في مساحة الخرسانة اللي عندي. طبعا بغض النظر عن الشكل، يعني سواء كان مستطيل سواء كان تي سواء أي كان أي شكل عندي، المهم إنه عندي الكومبريشن يساوي 85% في FC برايم في مساحة الخرسانة اللي عندي، تمام؟ هسا أنا أوجدت هيك التنشن وأوجدت الكومبريشن، تمام؟ طبعا مساحة الخرسانة للعلم انا ما يعني انا فعليا ما بعرف مساحة الخرسانة هاي. ليش؟ لانه هاي المسافة انا ما بعرفها، انا بعرف المسافة هاي مثلا، بعرف البريث، تمام؟ ولنفترض مثلا البريث معروفة، ولكن هاي المسافة انا ما بعرفها، ولنفترض مثلا انها اكس، تمام؟ طيب هاي المسافة اكس، طبعا هي فعليا هاي الاكس، ايوه، هي نفسها مين؟ نفسها المسافة ايه في حالة المستطيل، نفس المسافة A في حالة المستطيل. ليش؟ لأنه A، لاحظ على الرسمة هاي، هي المسافة، يعني A تعريف، فكتعريف إذا بدك تعرف فهي المسافة من سطح البيم لعند النيوترال أكسس، تمام؟ إذا المسافة من سطح البيم لعند النيوترال أكسس، يعني مثلا هذا البيم، هذا قطاع البيم كان، المسافة من هذا السطح لعند النيوترال أكسس هي A، تمام؟ هون المسافة X اللي أنا فرضتها هي فعليا نفسها A. طيب الآن عشان أوجد هاي الـ A مثلا، هاي الـ A طبعا بدي أوجدها. ليش بدي أوجدها؟ عشان أوجد الزد من خلالها. طب كيف أوجد الزد؟ لو نرجع للرسمة قبل ما نوجد A، لو نرجع للرسمة لاحظ أنه المسافة زد هي هاي المسافة، هاي هي المسافة زد، خلينا نلونها باللون الأحمر، هاي هي المسافة زد، تمام؟ المسافة زد هاي اللي هي المسافة بين التنشن والكومبريشن. طيب لو انت عرفت انه المسافة من هون لفوق هي كم مقدارها؟ مقدارها دي، صح؟ لانه هاي المسافة من هون لفوق هي عبارة عن المسافة من عند الحديد لوين؟ لعند سطح البيم، فهي مقدارها دي. طيب وهذا انا بعرف انه مستطيل، تمام؟ فبعرف المسافة تاعيته هاي، يعني بعرف الواي بار إلو اللي هي المسافة من السطح العلوي لا البيم لعند مركز هذا المستطيل، واللي هي عبارة عن A على 2، تمام؟ اللي هو هذا المستطيل هاي اللي هو ممثل بهذا هاي المنطقة، واللي هو يعني لو اجينا مثلا على البيم اللي تحت، او رسمنا بيم ثاني هون مثلا، خلينا نرسم بيم ثاني هون، ايوة، لو كان عندي يعني هذا البيم الثاني هون، في عندي قلنا النيوترال اكسس هيها، واحنا ايش حكينا؟ قلنا انه انا بدي المسافة بين الكومبريشن، يعني هاي القوة كومبريشن وهاي القوة تنشن، هاي جاي عند حديد التسليح وهاي جاي وين؟ مركز المساحة، صح هيك حكينا؟ كومبريشن، أيوة، وهاي التنشن. أنا إيش بدي؟ بدي المسافة بيناتهم، يعني بدي المسافة من هون لهون اللي أنا افترضتها توني زد. طيب هاي المسافة زد، عشان أجيبها بقول إنه المسافة من فوق لعند المركز هي عبارة عن A على 2 أو X على 2 زي ما بدك سميها، تمام؟ فلأجل هيك أنت لازم توجد الـ A، أو لازم توجد سنترويد هاي المساحة، عشان توجد سنترويد هاي المساحة وتعرف المسافة تاعيته من السطح العلوي، والمسافة من السطح العلوي لعند الحديد التسليح هي دي، فدي ناقص هاي المسافة اللي هي A على 2 بعطيني الزد، فإذا زد هون عندي في حالة المستطيل بتساوي دي ناقص A على 2. إذا أنا جبت الزد، مين ظل علي؟ ظل علي أجيب اللي هي التنشن اللي هو بيساوي FY في area steel. ولاحظ لكن انه زد شو ناقصها؟ ناقصها اعرف مقدار A. طب عشان اعرف مقدار A بكل بساطة برجع للمعادلتين هذول وبساوي التنشن بيساوي الكومبريشن، لانه الـ A هاي سمول وين موجودة؟ موجودة بالاريا كونكريت، صح ولا لا؟ مش مساحة هاي الكونكريت اللي هون، area concrete هي عبارة عن هاي المسافة كلها A وهذا العرض هو B، تمام؟ فهي عبارة عن B في الـ A، ماشي؟
إذن area concrete عندي عبارة عن B في A، وبالتالي لو أساوي التنشن بالكمبريشن راح يتكون عندي معادلة فيها مجهول واحد وهو A. تمام، التنشن شو قلنا مقداره؟ هو عبارة عن FY في area steel ويساوي الكمبريشن اللي هو 85% FC prime في area concrete اللي قيمتها هسه B في A. B معروفة، FC prime معطى، وarea steel معروفة، وFY كلهن معطيات، هذولا بظل عندي A مجهول بجيبها طبعا، وبعدين بجيب الزد، ومن ثم امنه من الاخر ايش بقول؟ انه هو عبارة عن التنشن في زد، او بقدر اقول انه الكمبريشن في زد، ولكن الاسهل قول تنشن في زد. ليش؟ لانه قانون التنشن سهل جدا جدا، هو عبارة عن اف واي في اريا ستيل، يعني ما في اي تعقيد ولا اشي. تمام، فاذا بصير يعني بتقدر لو عوضنا بدل تنشن وبدل زد، فبصير عندي القانون هو عبارة عن اف واي في اريا ستيل، الزد هي عبارة عن دي ناقص اي على 2. هاي الزد تساوي دي ناقص A على 2 فقط في حالة المستطيل. احنا تلاحظ طبقنا على حالة المستطيل، اذا هذا القانون يعني فقط في حالة المستطيل. الان لو كان عندي اي شكل ثاني راح تختلف هاي، بس هاي هي اللي راح تختلف، او فعليا اللي راح تختلف هاي A على 2، يعني هاي اللي راح تختلف لو كان عندي شكل ثاني. يعني بدل ما اقول دي ناقص A على 2 راح اقول دي ناقص المسافة من السطح من سطح البيم لعند مركز هاي المساحة. يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نوضحها بشكل سريع، أيوة لو كان عندي مثلا يعني نحكي مثلا هذا الشكل هيك، وكان عندي هيك. تمام، الآن ولقيت انه والله طلع يعني النيوترال اكسس، عرفت انه هو هون موجود مثلا، أيوة عرفت انه هون موجود، ورح نتعلم يعني على هاي الأشكال إن شاء الله، رح نأخذ أسئلة. بس أنا بدي أوضح لك شو الفكرة. الآن أمنو من اللي إحنا شو حكينا؟ أمنو من اللي هي area steel في FY في دي ناقص A على 2 بالمستطيل، ولكن هون رح تكون دي ناقص مسافة. تمام، هاي المسافة بدي أسميها Y bar. طب شو هي Y bar؟ وين منطقة الكمبريشن؟ هي Y bar هي عبارة عن المسافة من السطح لعند مركز منطقة الكومبريشن. يعني افترض لو مركز منطقة الكومبريشن كان هون، هذا سنترويد منطقة الكومبريشن، بتروح تطلع طبعا هون سنترويد زي ما تعلمنا بأول حالة. تمام، سنترويد بس لمين؟ للمساحة هاي، وبتأخذ هاي مساحة مثلا رقم واحد تيجي ترقمها، وهي مساحة رقم اثنين، وبتيجي مثلا بتطلع سنترويد، طلع هون والله هذا السنترويد هو المسافة من السنترويد لفوق لعند السطح العلوي هي عبارة عن واي بار. لأجل هيك أنا حكيت لك في البارت الأول افترض المحور المرجع عندك هو السطح العلوي، لأجل هيك أنا حكيت لك هذا الشيء لأنه قدام فعليا، وهاي هسه احنا قاعدين بناخذ إنه الواي بار أنا بحتاجها من وين؟ من السطح العلوي، وفعليا بس أطلع هاي المسافة واي بار، بس عليك تعوضها هون في القانون وخلاص، يعني كل أمورك تمام. ففعليا هذا القانون لو إجينا لأمنو من القانون أمنو من هو عبارة عن area steel معلومة، وإف واي معلومة، والدي معلومة، ولكن بس في مجهول واحد. إذا قانون أمنو من بس في مجهول واحد، يا هو الواي بار في حالة شكل غير مستطيل، يا بكون عبارة عن مجهول وهو A. تمام، والاثنين يتم إيجادهم بنفس الطريقة، لازم أروح أطبق على قانون التنشن بيساوي الكمبريشن، وإذا كنت بدي واي بار راح أحتاج أني أطلع سنترويد. تمام، وإن شاء الله الآن راح نأخذ أمثلة على هذا الكلام. أتمنى يكون الكلام واضح، وخلينا بكل بساطة نلخص الحكي اللي قلناه. قلنا بالحالة الثالثة أنه البيم أنا بدي البيم بيصل لأعلى قدرة تحمل إله، وفعليا البيم في هاي الحالة الحالة الأخيرة رح يصل لمرحلة إنه يشيل بس أعلى مومنت بيقدر يشيله هو، يعني أعلى مومنت بيقدر يتحمله. هذا أعلى مومنت إحنا إيش سميناه؟ أمنومينال، وقلنا هو عبارة عن كابل مومنت نتج نتيجة وجود قوة تنشن وقوة كومبريشن، وهذول قوتين متساويتين في المقدار وبينهم مسافة معينة اسمها زد. تمام، فبالتالي حكينا انه امنومينال بتساوي تي في زد، والتنشن حكينا انه بيساوي اريا ستيل في اف واي في ايش، والزد حكينا انها عباره عن دي ناقص اي على 2 في حاله مين؟ المستطيل، وفي الحالات الثانيه بتكون دي ناقص واي بار. تمام، طيب المهم احنا نيجي نكمل. اريا ستيل اف واي في دي ناقص اي على 2، قلت لك انه في عندي مجهول واحد وهو اي، مجهول وحيد اي بقدر اجيبه عن طريق قانون التنشن بيساوي الكومبريشن. التنشن هي عباره عن اريا ستيل في اف واي، والكومبريشن بتساوي 85% اف سي برايم في البي في الاي سمول، وهيك انت بتقدر تطلع اي سمول، وتقدر تطلع ام نومينال، وهيك انت بتكون طلعت اقصى مومنت بيقدر يتحمله هذا البيم.
تمام. وفعليا لو تلاحظ انه هاي الحاله يعني اسهل من اللي قبليها، الحالتين اللي قبل كنا نحتاج نوجد انيرشا، ايوه فهاي الحاله ما فيها انيرشا، تمام. بالمره ما فيها انيرشا، بس يعني قانونين اللي بدك تطبق عليهم، القانون هذا والقانون هذا، بس قانون تطلع منه اي سمول وقانون تطلع منه اي نومينال. خلينا ناخذ مثال وتشوف كيف بيجي السؤال، تمام. طبعا هذا شرح زي اللي حكيناه تونا فوق. نيجي هنا لمثال الاول، بقول لك ديترماين ام نومينال، هيو حاكي لك ام ان يعني النومينال او الثيوريتيكال التيميت مومنت سترينث، فبدي النومينال النومينال مومنت سترينث، يعني اعلى مومنت بيقدر يشيله هذا البيم، تمام. بالفيجر التالي اف واي بعطيك اياها واف سي برايم بعطيك اياها، دائما اف واي واف سي برايم دائما معطيات، دائما اف واي واف سي برايم دائما معطيات، اف واي 60000 واف سي برايم 3000، ومعطيني هذا الشكل البيم، تمام. هاي البيم نرسمه هنا بهذا الشكل، تمام. عندك ثلاث سياخ حديد هيهن، وثلاثه نمبر 9، وزي ما حكينا ثلاثة نمبر 9 شو معناها؟ الثلاث معناها عدد سياخ الحديد، والنمبر 9 تدل على قطر سيخ الحديد الواحد، وبقدر طلع منها اريا ستيل. طبعا اريا ستيل هنا معطاة جاهزة وتساوي 3 انش تربيع، وعندي هاي المسافة 14، وعندي المسافة من هون لهون 21، والمسافة الكفر 3. انا بتهمني هاي المسافة وبتهمني هاي المسافة، هاي المسافة اللي سميناها دي، وهاي المسافة ايش سميناها؟ دي، تمام. طيب هسه الان عشان احل السؤال بكل بساطه، ايش بدي اطلع؟ المطلوب قال لي ام نومينال. طبعا احنا حكينا رسمه ام نومينال ورسمه الاجهاد كيف صارت عندي، حكينا انه هي بتكون منحنى، ولكن انا بخليها ايش؟ مستطيل بهذا الشكل. هي بتكون مثلا، وهون الكومبريشن طبعا راح يتركز الكومبريشن هنا، ايوه. والاجهاد قيمته كم اللي هون؟ قيمته 85% اف سي برايم. طبعا هاي الرسمه مش مهم ترسمها، بس انا قاعد برسم لك اياها عشان يعني تضلك فاهمها وفاهم من وين اجت هاي القوانين. هي فعليا كلها اجت من هاي الرسمه، تمام. والتنشن بكون هي هون، والمسافه هاي سميناها زد، اللي هي بتساوي دي ناقص اي على 2، لانه الشكل عندي شكل مستطيل، فخلص بحطها دي ناقص اي على 2، تمام. بكل بساطه. والان بس علي اوجد مين؟ ام نومينال. خلاص مباشره قانون ام نومينال شو هو كان؟ قانون ام نومينال هو عباره عن التي في الزد، يعني تنشن في الزد، وهو عباره عن ايش؟ اريا ستيل في اف واي، نحطه مباشره في دي ناقص الاي على 2. خلاص احفظ انه اريا ستيل في اف واي في دي ناقص اي على 2. هاي الرسمه مش مهم ترسمها اصلا، عادي. هو بيجي بيطلب منك السؤال وبيطلب منك الدكتور بس طلع لي ام نومينال، تمام. هاي الرسمه بس بتعبر لك انا عن الاجهاد كيف شكله في هاي الحاله. المهم انك انت تعرف تطلع ام نومينال. ام نومينال اريا ستيل في اف واي في دي ناقص اريا اي 2. اف واي بعرفها، طلع اعطاني اياها السؤال اللي هي 60000، وبعرف كمان اريا ستيل مقدارها 3، وبعرف الدي مقدارها 21، تمام. فبكل بساطه مين بس ضل علي اعرف مقدار الاي عشان اطلع اي. كيف بدي اطلع اي؟ قلنا التنشن بيساوي الكومبريشن، تمام. التنشن ايش هو؟ اريا ستيل في اف واي. الكومبريشن هو عباره عن 85% اف سي برايم في ايش؟ في مساحه الكونكريت ومساحه الخرسانه اللي بتتعرض لمين؟ لضغط. مساحه الخرسانه بتتعرض لضغط، قلنا هاي المسافه راح تكون اي من السطح لعند النيوترال اكسس، وهاي المسافه معطيني هي 14، مساحه الخرسانه هي 14 في اي، تمام، او اللي هي بي في اي. خلينا نعوض مباشره، اريا ستيل 3، الاف واي 60000. انتبه ملاحظه مهمه، لازم اف واي واف سي برايم يكون بنفس الوحده، تمام. يعني اذا هاي، اذا الاف واي وحدتها بي اس اي، معناته لازم الاف سي برايم وحدتها بي اس اي. احيانا بعطيك الاف واي بايش؟ بوحده الكي اس اي، يعني بالكيلو، تمام. لازم يعطيك كمان اف سي برايم بوحده الكي اس اي. اذا مش معطيك مثلا اف سي برايم، اف سي برايم بوحده الكي اس اي، معطيك اياها بالبي اس اي، لازم تقسمها على 1000 وتحولها لكي اس اي، تمام. فلازم اهم شيء هذول الاثنتين بنفس الوحده، ماشي. طيب اذا 3 ضرب 60000 يساوي 85% اف سي برايم، اللي هي كمان 3000. احنا حكينا هون البي مقدارها 14 وبدي اطلع ايه، تمام. وبس ايه كم بتطلع عندي لو اجينا حسبناها؟ راح تطلع مع قيمه ايه بتساوي 5.04، تمام. اذا بتطلع قيمه ايه لو حسبتها 5.04 انش. وهيك انت بس عليك هسه بكل بساطه تروح تعوض يا عزيزي الطالب وين؟ في القانون هذا، وطلع ام نومينال، تمام. فخلينا نعوض ام نومينال بتساوي اريا ستيل اللي هي عباره عن 3، الاف واي هي عباره عن 60000، في الدي ناقص الاي على 2، الدي هي عباره عن 21 ناقص الاي هي 5.04 على 2. بكل
ببساطة. هذا هيك إمنو من اللي أنت بتطلعه. بس شو وحدة إمنو من اللي بطلع من هذا القانون؟ تطلع وحدة باوند دوت إنش، فلازم أحولها لمين؟ للفوت دوت كيب، وإحنا حكينا هاي المعلومة في البارتات الماضية، بحيث إنه دائما المومنت بس تيجي تطلعه بيطلع معك بوحدة الباوند لكل إنش، تيجي بتحولها لفوت دوت كيب أو لفوت دوت كيلو باوند، عن طريق إنك تقسم هاي القيمة على 12,000. يعني القيمة اللي بتطلع عندي فعليا هي 3,3,2,6,4,0 باوند دوت إنش، تمام، بقسمها على 12,000 بطلع عندي القيمة 277.2 فوت دوت كيب، وهاي القيمة هي أقصى قيمة مومنت يستطيع البيم تحملها، تمام. هذا مثال بسيط على حالة المستطيل. نيجي نأخذ هسه الآن مثال ثاني على شكل ثاني، يعني لو ما كان الشكل مستطيل كيف بدي أتعامل معه؟ تعال نشوف كيف. بكل بساطة بقول لك هنا كمان في هذا السؤال طلع لي النومينال مومنت، بحيث إنه FY 60,000 وFC برايم هي 3,000، تمام، ومعطيك أبعاد هذا الشكل. خليني نيجي نرسمه، وطبعا FY زي ما حكينا وFC برايم دائما معطيك إياهم، دائما يعني بالسؤال بيجي معطيات، مستحيل أنت يجي يقول لك أطلبهم أو يطلبهم منك، تمام. 3,000 PSI Y PSI. طيب الآن في عندك الشكل هيك، في عندك حديد تسليح تحت اللي هو مساحته 4 إنش تربيع، هو عبارة عن 4 نمبر 9، يعني 4 سياخ رقمهن 9، فبالتالي Area Steel كمان هون نقول إنها معطاة هي عبارة عن 4 إنش تربيع، ما في داعي أحسبها. طيب هاي المسافة مقدارها 6، هاي المسافة مقدارها 6، هاي المسافة مقدارها 6، المسافة من هون لهون مقدارها 6، المسافة من هون لعند حديد التسليح بالرسم معطيني إياها 15، تمام، وعندي مسافة القفر اللي هي 3. الآن هون لو سألتك قديش قيمة دي، المسافة دي قديش؟ مسافة دي هي المسافة من السطح العلوي لعند حديد التسليح، يعني المسافة من هون لهون فعليا، فهي عبارة عن 6 زائد 15، تمام، فهي قيمتها 21 إنش المسافة دي، تمام. المطلوب هنا هو أمنومينال، صح؟ المطلوب هنا هو أمنومينال، يعني أمنومينال شو بتساوي؟ بتساوي Area Steel في FY في D ناقص، ما بقدر أقول هنا A على 2. ليش ما بقدر أقول A على 2؟ المساحة اللي عندي أو الشكل اللي عندي مش مستطيل، فرح أقول Y bar، تمام، ولازم اطلع هاي الواي بار. طب كيف بدي اجي اطلع هاي الواي بار؟ بكل بساطه عشان اجي اطلع الواي بار لازم اول شيء اطبق على قانون التنشن بيساوي الكومبريشن، ومن هذا القانون انا بدي اعرف موقع النيوترال اكسس. هو الهدف انه انا لو عرفت فعليا موقع النيوترال اكسس فانا خلاص بقدر اجيب واي بار بكل بساطه. طب خلينا نشوف كيف بدي اعرف موقع النيوترال اكسس. طيب التنشن عندي كم مقدارها؟ هي عباره عن Area Steel في FY، ما في عليها اي تغيير. الكومبريشن ايش بتساوي؟ 85% FC برايم. هسه بيجي طالب بحكي لي انها في A في B، لا بقول له هنا غلط، ما بتقدر تقول في A في B. ليش ما بتقدر تقول في A في B؟ لانه هنا مش مستطيل، تمام، المساحه اللي عندك مش مستطيل، فبدل A في B شو بحط؟ برجع للقانون الاصلي تاع الكومبريشن. مش احنا حكينا الكومبريشن هي عباره عن اجهاد الخرساني 85% اف سي برايم ضرب المساحه، مساحه الخرساني اللي هي عباره عن ايش؟ عن اريا كونكريت. فبروح بجيب اريا كونكريت، طبعا اريا كونكريت هاي مجهوله، هذول كلهم معلومات، فبدي اروح اجيب هاي الاريا كونكريت، تمام. بكل بساطه باجي بقول اريا كونكريت بتساوي اريا ستيل في اف واي على 85% اف سي برايم، بعوض اريا ستيل هي 4 اف واي 60,000 على FC برايم كم كانت؟ 3,000. وهيك أنا بروح بقدر أطلع Area Concrete اللي قيمتها بتطلع معي، بتطلع قيمتها 94.12 إنش تربيع. هسا من خلال هاي المساحة أنا راح أقدر أحدد وين موقع النيوترال أكسس. هسا الشكل كيف كان شكله؟ كان زي هيك، صح؟ وكان هون عندي حديد تسليح. طيب هسه المساحة اللي فوق لاحظ انه هاي 6 هاي 6 هاي 6 هاي 6، وقلنا هاي من هون لهون 15، تمام. طيب هسه هاي المساحة الصغيرة
انا بقدر اعرف فاي المساحه اللي بدي اضللها بالاخضر، بقدر اعرف اللي هي عباره يعني عرضها 6 ارتفاعها 6 وعرضها 6 تمام، فكم هي عباره عن 6 في 6 يعني هاي المساحه كم مقدارها 36، يعني خلينا نسميها اريا 1، سمي هاي المساحه مقدار اريا 1، فاريا 1 هي عباره عن 6 في 6 بعرفها من الرسمه تمام، هي 36 انش. طيب الان عشان اعرف مقدار وين موقع النيوترال اكسس باجي بقارن الاريا هاي المعلومه اللي سميتها اريا 1 مع الاريا سي مع مساحه الخرساني تمام. طيب اذا كانت مساحه الخرساني اكبر من اريا 1 معناته النيوترال اكسس راح يكون برا، يعني انا بدي معناته انه اذا كانت يعني اريا الخرساني اكبر من اريا 1 ايوه، وممكن تكون اريا الخرساني اقل من اريا 1، ما فيش غير هالاحتمالين هذول. طيب اريا خرساني اكبر من اريا 1 معناته انه النيوترال اكسس راح يكون خارج اريا 1، اذا هنا محور التعادل نيوترال اكسس خارج اريا 1 اكيد. ليش؟ لانه انا بدي يعني المساحه في عندي مساحه زايده للخرساني، يعني انا في عندي في مساحه زايده للخرساني عن اريا 1 تمام. لكن لو كانت اريا الخرساني اقل من اريا 1 معناته النيوترال اكسس يكون داخل اريا 1، داخل المساحة الأولانية تمام. طيب إحنا عندنا الحالة هنا إيش هي؟ أي حالة هي عبارة إنه هاي أريا كونكريت، لاحظ إنها عبارة عن 94.12 وهي أكبر من 36، أكبر من 36 يعني نيوترال أكسس راح يكون تحت، راح يكون هنا المنطقة، ما هنا ما بعرف أنا وينها ترى على فكرة لساتني تمام، فالنيوترال أكسس راح أحطه برا بس، هذا اللي بدي اعرفه، يعني بدي اقارن بين اريا كونكريت وبين اريا 1 الاريا المعلومه عشان اعرف وين موقع النيوترال اكسس افترضه انا، فوين بدي افترضه؟ هون بدي افترضه برا. ليش؟ لانه اريا كونكريت اكبر من اريا 1 وبالتالي انا بدي مساحه من الكونكريت من تحت تمام. طيب لاحظ هاي المساحه ايش بسميها؟ اريا 2 ماشي. هاي المساحه بعرف عرضها كامل، يعني بعرف المسافه تاعتها من هون لهون، المسافه بعرفها اللي عباره عن 3/6 اللي هي 18 انش تمام. بس لكن هاي المسافة من الزاوية هاي لاحظ لهون، يعني عرض هاي المساحة اريا 2 ما بعرفه، فبدي افترضه اكس، وانا لازم اجيب عرض اريا 2 على فكرة تمام، فبدي افترض عرض اريا 2 كم اكس. طيب اريا 2 هل بقدر اعرفها؟ انا لو جبت اريا 2 بقدر اجيب اكس تمام، ولو كان عندي اكس بقدر اجيب اريا 2، بس انا بدي اجيب اريا 2، شلون اجيب اريا 2؟ ما هو اريا 1 الاريا الاولانيه هاي زائد اريا 2 مش راح يعطيني مين؟ اريا كونكريت، اريا الخرساني كامله، فبالتالي انا راح احكي انه اريا الخرساني صارت بتساوي اريا 1 زائد اريا 2 بكل بساطه، اريا 2 عندي بتساوي اريا الخرساني ناقص اريا 1، اريا الخرساني 94.12 ناقص 36، فهاي بتساوي اريا 2 وتساوي كم؟ بتساوي اريا 2 عندي راح تطلع يعني لو طرحناها راح تطلع قيمة معينة، بس خلينا أطرحها على الآلة الحاسبة 94.12 ناقص 36 بتطلع القيمة 58.12 تمام. طيب الآن بعد ما جبت area 2 بدي أروح أجيب x، كيف بدي أجيب x؟ area 2 إيش بتساوي؟ لاحظ area 2 هاي المساحة area 2 شو بتساوي؟ طول في عرض، العرض تاعها 18 والارتفاع تاعها x، فبالتالي راح أقول هي 18 في x وكلها بتساوي 58.12، بقدر من هون أطلع قيمة ال x تمام؟ اللي هي كم بتطلع؟ بتطلع 3.23 إنش تربيع، إنش عفوا مش إنش تربيع، إنش تمام؟ الآن بعد ما طلعت إكس بعدني لساتي ترى ما طلعت واي بار، أنا كل الشغل هذا بشتغله فعليا عشان مين؟ عشان أطلع واي بار، كل شغل عشان أطلع واي بار لأنه باقي القانون كله معلوم تمام؟ طيب الآن بعد ما طلعت إكس بدي أستفيد منها بتطلع واي بار، كيف بدي أستفيد منها بتطلع واي بار؟ الآن صار عندي هيك الشكل، الشكل لساته هيك عندي تمام؟ وقلنا هاي 6 وهاي 6 وهاي 6، الآن هاي 6 وعندي النيوترال اكسس هي يقع هنا على مسافة من هاي الزاوية لهون 3.23 صح؟ فإذا هذا هو النيوترال اكسس، وأنا بدي أطلع سنترويد هذول المساحتين، هاي المساحة اللي مهشرة تمام؟ المساحة اللي تحت ما بتهمني، ليش المساحة اللي تحت ما بتهمني؟ لأنه هاي المساحة مساحة صار فيها كراك زي ما حكينا في السابق تمام؟ مساحة صار فيها كراك فهي ما بتهمني، يعني بطلع هون السنترويد للمساحة اللي فوق. طب خليني اخذ المساحة اللي فوق على جنب واطلع لها ايش؟ السنترويد. فهي المساحة اللي فوق بدي ارسم الرسمة واكبرها شوي هيك وهيك تمام. طيب احنا حكينا انه هاي المسافة
هذا البعد مقداره يعني هاي المسافة من هون لهون 3.23، هاي مقدارها 6. أنا إيش بدي أطلع؟ بطلع الواي بار، تمام؟ عشان أطلع الواي بار بكل بساطة بفترض إني بفترض محور مرجعي، بفترض محور مرجعي، ولنفترض إنه هذا هو المحور المرجعي عندي في الرأس، دائما افترضه فوق، تمام؟ لا تخربط، هنا ما بصير تفترضه تحت، لازم تفترضه فوق، تمام؟ لأنك إذا افترضته تحت لازم تأخذ ترجع تطرح وتأخذ المسافة اللي من فوق، فافترضه من فوق وريح حالك وطلع واي بار من فوق، تمام؟ واي بار بدي أجي أطلعها من السطح المرجعي هذا. أنا عندي مساحتين طبعاً بكل بساطة، وعشان أطلع السنترويد لهذه المساحة بكل بساطة بقول واي بار. إيش بتساوي؟ بتساوي كل أريا في مسافة المسافة تاعتها، تمام؟ إذا عندي الأريا 1، الأريا 1 اللي هي هاي، اللي هي عبارة عن 6 في 6. خلينا نظللهن، عندي هاي المساحة مثلاً، وعندي هاي المساحة، بدي أظلل كل واحد بلون، خلينا نختار لون أخضر زي هيك، فبدي أظللهن زي هيك، تمام؟ فأنا نيجي هسه للمساحة المظللة باللون السكني. طيب بهاي المساحة أنا إيش؟ المساحة قيمتها عبارة عن 6 في 6، إذا هاي المساحة قيمتها 36، تمام؟ في إيش؟ في المسافة تاعتها من هون لهون، المسافة من مركز هاي المساحة لعند المحور المرجعي، من مركز هاي المساحة لعند المحور المرجعي المسافة قديش؟ يعني هاي راح تكون اللي هي نص الستة، فبالتالي هي 3، تمام؟ فراح أقول إنها 3. زائد بجمع لها المساحة الثانية، المساحة الثانية هي عبارة عن 3.23 في إيش؟ في العرض كامل، العرض كامل هو عبارة عن 18، فبالتالي 3.23 في 18 في إيش؟ في المسافة من سنتر هاي المساحة لوين؟ لعند السطح المرجعي. إذا المسافة من سنتر هاي المساحة لعند السطح المرجعي، تمام؟ المسافة من سنتر هاي المساحة لعند السطح المرجعي بقول إنه هاي المسافة اللي فوق 6، والمسافة من هون لهون 3.23 على 2، صح؟ فبالتالي هي عبارة عن 6 زائد 3.23 على 2، فبالتالي هي هون 6 زائد 3.23 على 2. كله هذا على إيش؟ على مجموع المساحات، يعني على أريا كونكريت كاملة، يعني على أريا 1، مش هاي فرضناها أريا 2، هاي أريا 1، على أريا 1 زائد أريا 2، أريا 1 زائد أريا 2 هي نفسها أريا كونكريت اللي هي كانت طلعناها 94.12، تمام؟ أو بتقدر تجمعهن عادي، يعني لو رحت جمعتهن راح يطلع عن 94.12، ماشي؟ وهيك أنت بتكون طلعت واي بار، واللي هي كم بتساوي هسه الآن واي بار؟ بتساوي 5.85، تمام؟ بروح هسه الآن بعد ما طلعت واي بار بروح بعوضها في القانون اللي هو كان يحكي لي ام ان بتساوي اريا ستيل في اف واي في دي ناقص الواي بار. اريا ستيل هي عبارة عن 4 كانت، اف واي 60,000، الدي مقدارها 21 ناقص 5.85، وطبعا الوحدة هنا باوند لكل انش، فلا تنسى هون تقسم على 12,000 عشان ايش يطلع معك الوحدة، يطلع معك الرقم بالكيب دوت فيت او الفيت دوت كيب، فبطلع الرقم فعليا 303 كيب دوت فيت. طيب وهيك احنا بنكون خلصنا حل هذا المثال، ولكن قبل ما انهي بدي احكي ملاحظة مهمة. الان لو سألتك كم هي A small قديش هون، ممكن يجي طالب يحكي لي هل هي بتساوي Y bar؟ بقوله لا غلط، اسمول ما بتساوي باي بار. خلينا نرسم الرسمة وتشوف كم قديش هي اسمول، تمام؟ لأنه هاي المعلومة راح تفيدنا في الشباتر اللي قدام إن شاء الله. طيب اسمول هنا إحنا بنعرف إنه اسمول شو كان معناها، المسافة من سطح البيم العلوي لعند النيوترال أكسس، صح؟ فبالتالي الواي بار ما كانت هي المسافة من سطح البيم العلوي عند الواي اكسس، صح؟ كان عندي انا هون هذا النيوترال اكسس، ايوه، والواي بار من وين لوين؟ الواي بار كانت عبارة عن 5.85، كانت هاي المسافة طبعا 6 بعرف، وهاي المسافة 3.23، تمام؟ الواي بار كانت يعني تقريبا تقدر تيجي تحكي هون اقل من 6، فبالتالي هون تقريبا هي هاي الواي بار. طيب هل واي بار هي المسافة من السطح لعند النيوترال اكسس؟ لا، المسافة من السطح لعند النيوترال اكسس هي A، تمام؟ فإذا A لا تساوي واي بار، تمام؟ واي بار هي عبارة عن مسافة لسنترويد الشكل كامل،
أيوة اللي بستخدمها بقانون أم نومينال. ولكن وهي عبارة عن إيش بتعبر بالضبط؟ هي عبارة عن المكان اللي بتتركز فيه قوة الكومبريشن، تمام؟ ما هو إحنا قلنا الاسترس بيكون موزع على شكل مستطيل على هاي المساحة، زيك بيكون موزع، فوين قوة الكومبريشن راح تتركز؟ راح تتركز عند واي بار، تمام؟ وأنا بدي أجيب وين قوة الكومبريشن تتركز، فهي بتتركز عند واي بار فعلياً، تمام؟ أما بالنسبة لأي فهي إيه المسافة الكلية من السطح العلوي لعند نيوترال أكسس، وبالتالي إيه هنا هي بتساوي كم؟ بتساوي 6 اللي هي المسافة اللي فوق زائد الإكس اللي طلعناها اللي هي 3.23، فهي عبارة عن 6 زائد 3.23 وتساوي 9.23. هاي المعلومة راح تفيدنا إن شاء الله في الشباتر لقدام. أهم إشي أنت تكون تعرف تطلع أم نومينال. وبكل بساطة لو بدنا نعمل ملخص بسيط للي حكيناه، ملخص بسيط للي حكيناه خلال هذا الشابتر، احنا بلشنا اول اشي في الان كراكت في الحالة الاولانية، في حالة الان كراكت كونكريت حكينا في الان كراكت انا اهم اشي ايش بدي اطلع؟ بدي اطلع والله MCR اللي بتساوي FR في الانيرشيا اي جروس احنا بنسميها على واي تي. حكينا انه FR ايش بتساوي؟ 7.5 في لمدة في جذر اف سي برايم، زائد انه الاي جروس هي عبارة عن الانيرشا للمساحة كاملة، يعني اوف اول سكشن نسميها، يعني للسكشن كامل. وهنا ما بهتم ولا بقطع الشكل ولا بقسمه ولا عبالي بهاي المرحلة، تمام؟ ايوه باخذ المساحة كاملة وباخذ الشكل ككل وبنسى اذا انه في حديد اصلا. واي تي هي عبارة عن المسافة من سنترويد الشكل، من السنترويد الى السطح السفلي، او خلينا نقول السطح اللي من جهة الحديد، السطح اللي من جهة الحديد، يعني هذا التعبير الاصح، تمام؟ وMCR هي المومنت اللي بصير عنده كراك، ماشي؟ وطبعا لو حكالي كمان كنا نحل اسئلة انه احيانا يطلب مني الاسترس مثلا ويعطيني مومنت، الاسترس هو بكل بساطة M في واي على اي، يعني هو مشتق من هذا القانون اصلا، تمام؟ طبعا هو راح يعطيني بحاله اذا طلب الاسترس راح يعطيني مومنت، والواي انا بطلعها والاي انا بطلعها. طبعا هو بيقول لي اذا بده اياها من التوب فايبر او من البوتوم فايبر، اذا بده اياها من التوب فايبر معناته واي للتوب باخذ، واذا بده اياها من البوتوم باخذ واي للبوتوم. اما بالنسبه للانيرشيا، الانيرشيا ما بتغير، الانيرشيا ثابت سواء قال للتوب للبوتوم ما بتفرق، هو الواي الوحيد اللي بتغير، تمام؟ طيب نيجي للحالة الثانية، وحكينا بالحالة الثانية هي عبارة عن الكونكريت كراك، الكونكريت صار لها كراك. وبالحالة الثانية ايش احنا نطلب منه؟ نطلب منه نطلع FC اجهاد الخرسانة، ونطلب منه نطلع FS، وحكينا انه اجهاد الخرسانة بيكون اقل من نص FC برايم واكبر من FR اللي هو المونديولوس اوف رابتشر، وبالنسبة لاجهاد الحديد بيكون اقل من FY. FC كيف اطلعها؟ بقول هي عبارة عن المومنت، المومنت راح يعطيني اياه بالسؤال في YC على I، وهاي الاي اي كراك بنسميها، وهنا هي عبارة عن المومنت في واي تي على اي كراك. وبالنسبة للواي سي واي تي حكينا انه البيم راح يتقسم بهذا الشكل، انه لو كان عندي بيم مستطيل راح اقسمه بهذا الشكل، نيوترال اكسس راح يصعد شوي لفوق، فبالتالي راح يكون في عندي شكلين، راح يكون عندي هاي ان في اريا ستيل، وهاي عبارة عن المسافة اكس، وهاي راح تكون دي ناقص الاكس، وهاي راح تكون هي عبارة عن البي اللي هو العرض البيم العادي الطبيعي اللي بعرفه. طبعا بغض النظر شو ما كان شكل المساحة اللي عندي، في الحالة الثانية راح يكون تقسيمها بهذا الشكل، ولكن الاختلاف راح يكون انه بشكل المساحة، فتطليع الانيرشا راح يكون مختلف شوي بس. ايوة وحكينا انه هنا عندي النيوترال اكسس راح يكون، انا بدي اطلع الاكس، كيف اطلع الاكس؟ بستخدم فيرست مومنت عشان اطلع الاكس، فيرست مومنت عشان اطلع الاكس زي ما حكينا سابقا وزي ما اخذنا بالامثله. ايوه وبعد ما اطلع الاكس بروح بطلع ثلاث شغلات منها اللي هن واي سي واي تي والاي كراك، حيث انه كان الواي سي زي ما حكينا بيساوي اكس، واي تي بيساوي دي ناقص الاكس، وبالنسبه طبعا بهاي بحاله المستطيل، تمام؟ ايوه واي كراك ايش مثلا بتساوي؟ اي كراك اللي هي حسب القانون الطويل اللي اخذناه وحلينا عليه، تمام؟ فهاي ببساطه الحاله الثانيه. والحاله الاخيره بنقدر نلخصها هيك، الحاله الاخيره كانت عندي للبيم اللي هي النومينال مومنت كنا نطلع منها،
يعني اعلى مومنت بشيله البيم، وبالتالي باعلى مومنت بشيله البيم بكل بساطه ام ان بدي اطلعها. كيف اطلعها؟ هي عباره عن التنشن في الزد، يعني هي عباره عن اريا ستيل في اف واي في الزد. بدي اكتبها زد لانه الزد هي عباره عن الها حالتين، تمام؟ يعني نوجد عندنا انه الها حالتين. شو الحالتين اللي الها؟ بكل بساطه انه يا اما بكون عندي البيم شكله مستطيل، وهنا اذا كان شكله مستطيل خلص مباشره زد بتساوي دي ناقص الاي على 2، وايجاد الاي بكون بسيط عن طريق التنشن بيساوي كومبريشن، وبقول انها اريا ستيل في اف واي بتساوي الكومبريشن هي 85% اف سي برايم في الاي في البي. اما الحاله الثانيه فهي عباره انه يكون شكل اخر غير المستطيل، يكون عندي اشكال اخرى غير المستطيل. هنا في هاي الحالة زد بتتساوي دي ناقص الواي بار، وبدي اقوم بايجاد الواي بار. عشان اوجد الواي بار بروح بطبق اول خطوة تنشن بيساوي كومبريشن، وبطلع منها اريا كونكريت عن طريق اني اقول اريا ستيل في اف واي بتساوي 85% اف سي برايم، وهنا بحكي اريا كونكريت، بروح بطلع اريا كونكريت. وبعد ما طلع اريا الكونكريت ايوه هنا بدي اعرف موقع النيوترال اكسس، يا اما انه النيوترال اكسس بكون داخل المساحه اللي اعطاني اياها مثلا او خارجها، فاهم؟ بكون نيوترال اكسس داخل او نيوترال اكسس خارج. وبعدين بعد ما اعرف موقع النيوترال اكسس بروح بطلع مين واي بار للشكل اللي عندي، وبعد ما طلع واي بار للشكل اللي عندي خلاص بروح بعوض بالقانون وخلاص، يعني بنتهي السؤال. واتمنى يكون يعني الاسئله اللي شرحناها واضحه، وهذا الشابتر يكون واضح. وشكرا لكم، شكرا على المشاهده، والله يعطيكم الف عافيه يا رب.